خير يا باشا. صحيتك من النوم ولا حاجه طارق؟ اه في حاجه؟ معلش انا جاي لك كده فجاه من غير ميعاد، بس اصل الموضوع مهم. ايه يا باشا انت هتسيبني واقف كده مش هتقول لي ادخل ولا ايه؟ اه بفكر فعلا ما اخليكش تدخل. الطريقه اللي خبطت بيها والنبره اللي بتكلمني بيها دي مخلاني عايز اطردك وعامل لك مشكله في الجهاز تاثر على مستقبلك. ما انت اثرت على مستقبلي خلاص يا باشا، ما تشغلش بالك انت بالموضوع ده. عايز ايه؟ عايز ادردش معاك شويه. مش فاضي، بكلمني بكره في التليفون وانا هشوف ميعاد افضلك فيه. طب خليني بس اسالك سؤال، لو ما حبيتش تجاوب عليه همشي. عمرك عرفت معنى العلامه اللي بيسيبها الصياد على ايد اللي بيقتله؟ لا. انا بقى عرفت. سلمى، الكلمه اول ما تبص عليها تفتكرها كلمه معناها الصياد، بس لو بصيت عليها وتعبت نفسك شويه وشفتها بشكل عكسي او في المرايه تعرف انها اسم واحده. حتى لو اللي انت وصلت له ده حقيقي ده ما يديكش الحق انك تجيلي في وقت متاخر زي ده ولا تعمل الشويتين دول. معلش يا باشا انا اسف والله، يا انا ما قدرتش اقاوم فرحتي ولا حماسي الرهيب. ما هو تخيل معايا كده قضيه شغلاني بقالها شهور مش عارف اوصل فيها لحاجه، وفجاه اوصل لتفصيله صغيره قد كده اهو، ممكن تاخد القضيه دي وتروح بيها في حته تانيه خالص، ممكن توصلنا للحقيقه يا باشا. انا قلت اجيلك بالمعلومات دي قبل ما اروح بيها لحد تاني. هو انت ما قلتش الكلام ده لحد تاني؟ بتضحك على ايه؟ السؤال ده ظريف قوي كده؟ لا لا لا، اصل انا ثانية كده حسيت انه ده سؤال خطير. خطير؟ ازاي يعني؟ ما تشغلش بالك يا باشا، انا قلت لحد ولا ما قلتش لحد وخلاص. ما انا عارف ان في حاجات اتنقلت لك، وعارف انك عارف ان انا مش شغال لوحدي. بص يا ابني، هو انا مش عارف انت بتتكلم على ايه بالظبط، بس نظرا للحاله اللي احنا فيها وان انا فعلا ما عنديش ثانيه اضيعها معاك، انا هجيب لك من الاخر. انت بتتهمني بحاجه؟ هو انت عملت حاجه غلط؟ اه، كنت دايما بركن صف تاني ايام ما كنت بسوق. نصيحه حقيقيه من اخ كبير، روح اكشف عند دكتور نفساني زي الدكتور مرتضى كده اللي هو ما اتقتلش على ايدين الصياد زي ما انت قلت، واللي قتله هو شريف عباس اللي كان على علاقه بمراته. برضه معرفش انت بتتكلم عن ايه. غريبة جدا، مع ان انا المعلومات اللي عندي ان انت اللي كنت مسؤول عن القضية دي، انت اللي كنت بتحقق فيها. حتى بالأمارة ما عرفتش توصل فيها لحاجة، لأن التمرجي قال في أقواله إنه كان سهران مع شريف عباس. الأجمل بقى إنه شريف عباس نفسه اتقتل تاني يوم جالك فيه البيت هنا. حسب أقوالك لقوه مرمي في الزبالة. يا باشا، تهيؤات الكلام ده ولا سيادتك شايف ايه؟ أنا قلت لك قبل كده مليون مرة، ما تعتمدش على كلام واحد أعمى. يا باشا اللي ما بيشوفش ممكن يغلط في وصف، ممكن ما يفتكرش ملامح حد إلا ما يغلط في كل التفاصيل دي، يقول معلومات غلط في قضية هو أساسها أساسا، هو اللي مسؤول عنها. آه، وبمناسبة العمى صحيح، شوف يا أخي سبحان الله. تعرف يا باشا نفس حالتك ونفس التشخيص وتقريبا نفس الحادثة بكل تفاصيلها حصلت لضابط في الامن المركزي اسمه شادي ابو سعده. والغريب بقى ان الملف بتاع الضابط ده اختفى من المستشفى تماما، مش لاقيين غير الملف بتاع سعادتك، رغم ان الممرضه مش فاكره غير شادي، مش فاكره سعادتك خالص. خلصت بس كده ولا لسه في مفاجآت تانية؟ لا لا، لسه 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 كتير يا باشا، زي مثلا تواريخ الجرائم اللي ارتكبت، زي تاريخك انت شخصيا في اسماعيليه، تاريخ الجريمه البشعه اللي حصلت للمدام الله يرحمها. امتى حصلت؟ امتى الصياد بدا يظهر في الصوره؟ امتى بدا يقتل؟ برافو يا طارق، انا بجد فخور بيك. انا تقريبا كده حسب ما انا فاهم انت عايز تتهمني ان انا زورت كل اقوالي وزورت الحادثه اللي حصلت لي.
صح كده؟ صح كده. عندك دليل مادي واحد يثبت الكلام اللي بتقوله؟ في أي حاجة ماسكها عليا ممكن تخليهم يقبضوا عليا أو حتى يحققوا معايا؟ متعبش نفسك. الإجابة لأ. لأنك لو كان معاك دليل أو نص دليل حتى ما كنتش جيت لوحدك. كنت جيت وجبت البوكس معاك. أنا بقى أقول لك أنت جاي تعمل إيه؟ أنت جاي تعمل الشويتين دول وتقول كلام لهبل ده عشان فاكر إنك ممكن تهزني أو تلاقي هنا حاجة تثبت الخزعبلات اللي في دماغك. وأنا بأثر عليك السكة. انسى. مفيش حاجة في الدنيا ممكن تهزني ولا هتلاقي هنا حاجة ممكن تستخدمها ضدي. اللي يخلي الصياد يكتب اسم سلمى على ايد اللي بيقتله. اسم سلمى ده اسم مراتك انت. هو مفيش سلمى في العالم غير مرات انا. يمكن يكون اسم خالته. يمكن لو دورته تلاقي اسماء تانية. وبعدين الاجابة دي مش عندي. تسألني انا ليه؟ انت كدبت علينا في كل حاجة قلتها. اثبت. اثبت ان اتعمدت ان اكذب. اثبت ان ليا مصلحة. اثبت. وهتشوف. انت مجنون يا ابني. انا عارف انك مش عايز نوصل للحقيقة. عارف انك بتحاول تعطل التحقيق باي شكل. بتودينا لسكك اللي يروح ما يرجعش. بس خلاص يا سيف. كل حاجة بانت. انا مش جاي لك عشان بجري ورا سراب. انا في ايدي حقايق فاضل عليها خطوه واحده. خطوه واحده بس وقريب هتحصل في اي وقت. عشان كده انا بنصحك يا سيف. استعد. وانا بنصحك ما تضيعش وقتك. ولو وقتك مش مهم فكر كويس في اللي ممكن تخسره. الموضوع ده كبير عليك قوي يا طارق. قلت لك 100 مره انت ممكن تخسر كتير قوي. انت بتهددني؟ انا بنصحك وعارف كويس قوي انك مش هتاخد بنصيحتي. طب لو انت بريء خلينا نفتش البيت عندك. لو ما عندكش حاجه مخبيها خلينا نفتش عشان اطمن بنفسي. ومين قال لك اني ما عنديش حاجه مخبيها؟ انا عندي حاجات. اه زي الاوضه اللي بتفضل قاعد فيها بالساعات ممنوع حد يخشها غيرك. زي علاقتك المشبوهه بناجي الخليلي اللي خطف بنت الست اللي انت رفضت تخلينا احقق معاها في الجهاز. زي عماك. روح يا طارق عشان تتاخرت. ولو عندك اتهام رسمي روح اتأذن من النيابة وفتش زي ما انت عايز. يلا. ماشي يا سيف. ماشي. طارق! افتكر كويس اني حذرتك. وفيت بوعدك؟ ما كنتش هقدر استحمل ان اللي حصل لي قبل كده يتكرر مره تانية. مش اي حاجه في الدنيا هتضمن ان اللي حواليك يبقوا في امان طول ما انت مكمل وبتقتل. كل اللي حواليك هيبقوا في خطر. الخطر قرب ينتهي خلاص. ازاي؟ طارق عارف عنك كل حاجه. حتى لو ما كانش البوليس هو الخطر الوحيد فالحاجات اللي الناس عرفتها عنك تخليهم عايزين ينتقموا منك. ساعتها اللي حواليك هيبقوا قريبين من ايديهم. قريب وقريب قوي كمان. كل اللي فيه منهم خطر مش هيبقوا موجودين. هتقتلهم كلهم؟ مش شرط. مش لازم نهايتهم تبقى على ايديا ولا لازم تبقى الموت. امال هتعمل ايه؟ هعمل الحاجه الوحيده اللي بعملها.
هكمل.